بس هنرجع نكمل كلام حول مقاطع من كلمة الرئيس النهاردة، أو خليني أقول لك حديث جسور من رئيس الجمهورية. بس معانا على التليفون دكتور مايا مرسي، رئيس المركز القومي للمرأة، المجلس القومي للمرأة. أهلا بك يا دكتور مايا. اهلا استاذ. ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك استاذ؟ كله تمام. حضرتك النهارده بطبيعه الحال كنت من الحاضرين في هذه الجلسه، بل ومن الاعمده الرئيسيه في هذه الجلسه، وكان لك كلمه على دور المراه، وايضا يمكن جزء كبير من اللي احنا سمعناه هو مساله التمكين الاقتصادي للمراه ورفع درجات الوعي. دكتور مايا، بتشوفوا ده ازاي في المجلس، والاليه اللي هنعملها خلال الفتره الجايه، خاصه من احنا كنا اللي سمعناه انه ما فيش رفاهيه للعدول عن هذا المشروع؟ اشكرك استاذ يوسف. انا يعني اعتقد ما عندناش رفاهيه للفشل، مش هنقول للعدول. احنا ما ينفعش ندخل في المرحلة الحالية ويبقى في أي شك في الفشل. فالحمد لله يمكن المرة يعني دخلنا في خطط سكانية كثيرة وحوارات واستراتيجيات يعني ذكرها الدكتور ماجد عثمان وذكرتها الدكتورة هالة السعيد كثيرا. المرة دي أعتقد أن التنسيق والتكامل اللي بين كل الجهات الحكومية هيخلي، والمجتمع المدني طبعا، هيخلي في يعني نجاح ان شاء الله نتوقع كبير. وكمان القيادة السياسية يعني بتقود هذا العمل بإرادة، في إرادة سياسية كبيرة جدا للنجاح. التمكين الاقتصادي للمرأة احدى الأعمدة اللي موجودة في المشروع. ويمكن انا قلت حاجة قبل ما اقول التمكين الاقتصادي، انا قلت انا مش عايزة المجتمع ولا نتخيل ان عبء يعني ضغط النمو السكاني هيقع فقط على عاتق المرأة، لأن المشكلة عندنا إن المرأة مظلومة في هذا الموضوع. هي اللي بتبقى عندها التهديد من إن لازم تجيب الولد، فتفضل يعني صحتها بتروح علشان ترضي المجتمع. هي ما بترضيش نفسها بس، هي بتشعر بعدم أمان. فإحنا عايزين بس نقول إن السيدة اللي بتحصل بين الأطفال مبعدة، أو بيحصل وعي ان الصحه دي انت محتاجاها عشان تربي اولادك، محتاجاها على كل المستويات، يبقى عندك الوقت الكافي لتقعدي فيه مع اولادك، وعندك الصحه الجيده لتربي اطفال ونشأ يعني صحي جيد. فقلنا ان التمكين الاقتصادي هو اللي بيخفض معدل الانجاب. على فكره ده مش كلامنا، ده الدراسات العالميه كلها بتؤكد هذا. والسيده اللي بتنزل لسوق العمل هتلاقيها بتفكر بتخلف على فترات، مش هتخلف الاولاد او تنجب الاولاد كلهم ورا بعض. هتفكر هطلع من سوق العمل، طب هدخل في سوق العمل مرة تانية ازاي. ووجهت رسالة ان ياريت السيدة اللي تدخل سوق العمل القطاع الخاص ما يطفشهاش بقى، يعني تدخل سوق العمل ويتمسك بالتدريب اللي هيدولها، بالتأهيل اللي هيدولها، لان خروجها ودخولها سوق العمل خسارة كبيرة على الدولة. طيب المجلس القومي للمرأة هيشتغل على الشمول المالي، ودي هتبقى المبادرة الجديدة في هذا العمل. فهنشتغل على كل الكرة المبادرة لتمكين السيدات من خلال استخدام وسائط إلكترونية أو تطبيق إلكتروني، علشان يحصل نوع من الادخار والإقراض في المجموعة الصغيرة، فيقدروا يبدأوا يعملوا مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر. خلي بال حضرتك، ما كان الأول بنقول إيه، السيدات بتخاف تدخل البنوك، لا، إحنا نزلنا البنوك لغاية السيدات لتقديم الخدمات المالية. فبقى في وكيلة مصرفية بتعديلات عملها البنك المركزي تنزل لغاية باب البيت السيدة تقدم لها الخدمات المصرفية من البنوك. ومعنا أول بنك دخل معنا البنك الزراعي. عظيم. وطبعا بالإضافة للتدريب، بالإضافة للتثقيف المالي، بالإضافة لمشروعات صغيرة ومتوسطة ومشروعات إنتاجية هتحصل في القرى حسب الميزة النسبية اللي هتبقى موجودة في القرية. يعني في حرفة أو في مهنة معينة ممكن السيدات تمتهنها في القرية، هنشتغل على الميزة النسبية دي. لو في قرية بتزرع فراولة هننشف الفراولة، أو لو في محافظة هنقدر نشتغل فيها في أكثر من مشغل، أكثر من دكتور مية. تسمحي لي بالمقاطعة؟ اتفضل يا فندم. أشكرك.